لو انت متابع القناه عندي هتلاقي ان انا المحتوى بتاعي هو محتوى تعليمي، ولكن انا بعمله بطريقه ساخره شويه، يعني بضيف عليه طابع كوميدي علشان اعرف اوصل لك المعلومه بطريقه سهله. ولكن في الفيديو ده القصه هتكون مختلفه شويه. طبعا كلنا عارفين برنامج المسامح كريم بتاع جورج قرديحي، والفيديو بتاع النهارده هو حاله لواحده اسمها نشوه وجوزها محمد. الاثنين دول اتجوزوا، وبعد كده طبعا الحاله الماديه كانت غير ميسوره شويه، فبالتالي محمد قرر ان هو يسافر بره مصر علشان يشتغل ويجيب فلوس، ونشوه فضلت قاعده في مصر. محمد اشتغل لمده 11 سنه وكان بيبعت اي فلوس بيكسبها لمراته. اللي حصل ان بعد 11 سنه محمد رجع لان مراته طالبه منه الطلاق، ومش كده وبس، تقريبا الفلوس بتاعته كلها اللي هو كان بيبعتها لها اتصرفت كلها، ما بقاش منها اي حاجه. هم عندهم بنتين صغيرين، واللي حصل طبعا ان هم انفصلوا، ومش كده وبس، ده نشوه كمان لما طلبت الطلاق سابت له البنتين ان هم يعيشوا معاه، وبعد كده طلبت ان هي ترجع له تاني، ولكن الطلب دوت كان عن طريق البرنامج بتاع جورج قرديحي. فتعالوا مع بعض نحلل الموقف ونشوف هل هي فعلا صادقه في حاجه زي كده ولا لا، ونشوف ايه اللي هيحصل في الاخر. هل محمد او حماده عشان ده الاسم الحركي بتاعه هيوافق ان هو هيرجع لها ولا لا؟ بس قبل ما نبدا الفيديو طبعا ما تنساش لايكاتك المتينه، وما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، ويلا بينا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناه مخ وعضلات. انا هادي جنيدي، مدرب في علم الفراسه، وعلم الفراسه ببساطه شديده هو علم تحليل الشخصيات عن طريق شكل الوجه. ولو انت اول مره بتتفرج عليا فهو ببساطه شديده الوجه ليه مجموعه من العضلات، فبالتالي انا لما بكشر، لما ببرق، لما بعمل اي اكشن بوشي، بناء على ده عضلات الوجه بتتحرك، فبالتالي في سمات معينه بتثبت في الوجه. زي مثلا اتنين اصدقاء والصداقه بينهم قويه جدا، لما تيجي تشوفهم تحس ان هما الاثنين شبه بعض، لان هما اتطبعوا بالصفات بتاعه بعض. مهمتي انا كشخص مدرب في تحليل الشخصيه ان انا لما بشوف اي سمه في وجه اي شخص بقدر اعرف ايه هي الصفات بتاعته او طريقه تفكيره. فيلا بينا ندخل على الفيديو علشان ما اطولش عليكم. اهلا ست نشوه، اهلا وسهلا، اتفضلي. قريت قصتك نشوه، فكرتك هيك ست كبيره في السن وكذا، طلعتي ما شاء الله عليك. ده شكل نشوه مبدئيا كده، هي مش سهلة اطلاقا. تعالوا نسمع الكلام بتاعها الاول وبعد كده نبتدي نحلل. بس انت اصلا ليش وصلتي للخلاف معه؟ ليش طلبت الطلاق؟ ليش خلعتي؟ جيراني هم بقى اللي يوزوني على كده هم قالوا لك لازم. ايوه، لان هم كانوا عارفين كل حاجة عني. عندك بنتين؟ عندك جنى ومنى. الله يخليهم، داش عمر داش عمر. هي عندها بنتين، جنى ومنا. الكلام اللي بيقوله دلوقتي جورج القرديحي ان هو سافر دوله من دول الخليج، اتغرب لمده 11 سنه، كان بيبعت لها فلوس باستمرار، بالفلوس دي هي اشترت شقه واشترت ذهب لنفسها. رجع حماده من الخليج، اول ما رجع راح طبعا يسلم على اهله في الاول، قالوا له مراتك طالبه الطلاق. قال لهم ليه طالبه الطلاق؟ قال لهم احنا ما نعرفش. على طول راح جري على بيت مراته، دخل عندها قال لها ازيك يا نشوه، في ايه، انت ليه طالبه مني الطلاق؟ قالت له خلاص احنا كده ما ينفعش نعيش مع بعض. ومش كده وبس، طردته من الشقه لان الشقه باسمها، هي اشتريتها بفلوسه وهو هناك. تعالوا نشوف بقى ايه اللي هيحصل بعد كده. طب بهالثلاث سنين شو عملت؟ والله الشيطان هو اللي عمل كده بينا، كل حاجه كانت بتحصل بيني وبينه كان هم عارفينها، وان هم كانوا اصحابنا قوي. طيب كانوا عارفين ان احنا عندنا مال وانه شغال كويس و... عارفين كل حاجه عنه. طيب لانهم عارفين طلبوا منك انك تتخلي عنه. هم كانوا عايزين يخربوا بيتي. رجلين كانوا يضغطوا عليكي اكتر؟ ليه؟ اكتر هم من اهلك؟ كانوا طمعانين في الفلوس اللي كانت معايا. طمعانين بالفلوس. وانت كنت ضعيف. وصار عندك مشاكل صحيه بعدين. ايوه. جاني مرض جراحيه ومش عارف ايه. أيوة. ويعني المهم انه طارت فلوس. بعد ما انفصلوا مع بعض، جيران نشوه في البيت ابتدوا ان هم يقنعوها باستثمارات تستخدم فيها الفلوس بتاعتها او الفلوس بتاعته تحديدا. اللي حصل ان هي ابتدت تخسر، ومش كده وبس، ابتدت تدخل في مشاكل نفسيه وابتدى يجي لها امراض، فاضطرت تصرف باقي الفلوس اللي موجوده عندها على صحتها، وحاليا هي ما بقاش معاها ولا مليم. فهي دلوقتي مش عارفه تعمل ايه، فقررت ان هي تروح البرنامج ده
علشان ترجع جوزها تاني. طيب تعالوا بقى نبتدي نحلل شخصيتها علشان نشوف هل هي بتتكلم صح ولا في. تعالوا نشوف. اول حاجة لو بصيت على العين بتاعتها هتلاقيها اللي هي الزاوية الداخلية لتحت والزاوية الخارجية لفوق. النوع ده من الناس احنا بنسميه في علم الفراسة الشخص اللئيم، والمقصود بكلمة لئيم علشان برضو لو انت بتتفرج عليها لأول مرة المصطلحات ممكن تكون قوية شوية. الشخص اللئيم هو الشخص اللي بيعدي مرة اتنين تلاتة وبعد كده بيديك على دماغك، يعني اللي هو بيخزن. ومن مشكلة الشخص ده ان هو بيعتبر ان الناس زيه، فبالتالي هو ساعات بيعمل حاجات وبيعتقد ان الناس هيعدوها، بس ما بياخدش باله ان هم برضو ممكن يخزنوا ويردوها. طيب لو جينا بصينا على المناخير، طبعا الفتحتين واسعين بتوع المناخير، فدي شخصية بتعتمد على نفسها في اتخاذ القرارات، ما بتعتمدش على حد. فحتة ان الجيران وزوني النقطة التانية المسافة بين المناخير وبين الشفة الفوقانية مسافة كبيرة، فالشخص ده اللي هو شخص بيتقبل النقد. واحنا عارفين الشخص اللي بيتقبل النقد لما بيجي حد يقول له اللي انت عملته ده غلط او بينتقده يعني في اي حاجه وحشه عملها، هو بسبب تقبله للنقد ما بتفرقش معاه. فبصراحه يعني انا شايف كمان في حته تاني لو بصيت على الفك عندها هتلاقيه عريض جدا. الشخص ده دايما بيكون شخص صليط، بيحب يتحكم في الناس، وللاسف الالفاظ عنده بتبقى يعني عنده القدرة ان هو يهين كرامة اللي قدامه. طيب نكمل ونشوف ايه اللي هيحصل. مهم خسروها باقي الفلوس، هلأ راجعة بعد 3 سنوات من الطلاق والفراق، راجعة تحاول انه تعيد العلاقة مثل ما كانت بينها وبين زوجها السابق حمادة. طمني شغلك ميه؟ الحمد لله تمام. انت رجعت على مصر ولا بعد؟ لا رجعت على مصر. الوقت عندنا تجارة جملة، محل كبير تجارة جملة. ما شاء الله عليك. الحمد لله. ما شاء الله. لوحدك؟ قلت لا انا والدي. انت والدي؟ حمادة لما رجع مصر طبعا ولقى نفسه ان هو خسر كل الفلوس وتعبه كله اللي اشتغل فيه هناك، لكن الحمد لله ان ربنا ما نساهوش، فهو حاليا شغال هو ووالده في تجارة الجملة. يعني لما رجع مصر الحمد لله ربنا كرمه يعني. وعندك اولاد؟ جالنا ومنه. جالنا 6 سنين ومنه 4 سنين. بتشوفه؟ معاك. هو عنده بنتين زي ما احنا قلنا، واحد عندها 6 سنين واحد عندها 4 سنين. طبعا هو من الواضح يعني ان ال 11 سنة دول ما كانش قاعد هناك، ما بينزلش مصر، فهو اكيد كان بينزل وبعد كده بيسافر تاني، فهي في الاجازات اكيد خلفه يعني. انا دعوتك نيابة عن حدا هو طلب انه اديك. احب اعرف مين؟ احب اعرف. تحب تعرف مين ان شاء الله؟ بدك تطلع بالشاشة تفضل. دلوقتي هو هيبتدي يشوف مين اللي دعاه. هو مش عارف طبعا ان هيلاقي مراته هي اللي دعاه، فتعالوا نشوف كده ايه رد فعله هيبقى عامل ازاي. عشان دي تجيبني؟ انا لا اعرف ان هي ممكن تشجيت البني ادمه الوحيده اللي دمرت حياتي. حقه الصراحه، حقه، ضيعت تعب 11 سنه مره واحده. تعالوا نكمل ونشوف جورج القرداحي هيعمل معاهم ايه. بس لحظة في راح تمشي. روح بدي احكي انا وياك. لا همشي. ما شفتك بقى همشي بجد. لا مش عشان دي عم. لا حمادة لا. البلدنا الوحيدة اللي دمرت حياتي. طيب مبدئيا كده برضو في نقطة في نشوة عايزين نقولها. لو بصيت هتلاقي الابيض اللي حوالين عينيها حجمه اكبر من النن الاسود اللي في عينيها، او على الاقل خالص مساحته كبيرة. طبعا احنا عارفين حاجة زي كده معناها ايه؟ معناها ان الشخص دوت للأسف ما بيقولش الحقيقة. ولو جينا دخلنا كمان على شخصية حمادة، حمادة لو بصيت عليه كده يعني من غير تحليل اصلا تحس ان هو يعني عارف اللي هو ايه الطيب اللي اتضحك عليه بسهولة ده. بس تعالوا نحلله. اولا حمادة لو بصيت على الشفة التحتانية حجمها كبير، فهو شخص كريم جدا. لو بصيت على دقنه هو شخص صبور، فاعتقد يعني ان هو ممكن يوافق ان هم يرجعوا لبعض بسبب حتة الصبر دي. العين الواسعة اللي عنده دي معناها ان هو شخص صريح. الحواجب عنده لو بصيت هتلاقيها من هنا مش كاملة، فهو ما عندوش تواصل مستمر مع أصدقائه أو مع الناس اللي حواليه، ولكن في الجنب اللي في الناحية الشمال هتلاقي ده أكتر، فهو حاليا تواصله مع عيلته أكتر من أي حد تاني. يعني ممكن نعتبره كده أنه هو بشبه انطوائي. أنا معرفش شكله قبل كده كان عامل إزاي، بس أنا أعتقد أن شكله اتغير بعد الموقف ده. من ضمن الحاجات اللي برضو اللي عنده ودانه، هتلاقيها اللي هي الودان اللي طالعه بره، فهو شخص نفعي ما بيعملش أي خدمات أو أي حاجة لحد إلا لو في مقابل، وتحديدا ودانه من هنا طالعه شوية كده، فبرضه مقابل مادي هيكون افضل من اي مقابل تاني، والخصوصية عنده عالية وما يحبش حد يعتدي على اي حاجة بتاعته. طيب تعالوا نكمل.
خليك تصرف كراجل. طبعا جورج القرضيحي بيحاول يقنعه طبعا كتر الف خير الصراحه ان الواحد يمشي في الخير، فهو بيحاول يقنعه ان هو يرجع لها، ولكن حماده مصمم طبعا مش قادر ينسى اللي حصل. انا عارفه انك مش طايق تشوف وشي ومعك حق، لكن يا حماد انا ربنا اداني درس جامد قوي ورد لي كل اللي عملته وخلاني ضيع كل اللي طمعت فيه، شويه على صحتي شويه انضحك عليا فيه. دي الرساله اللي هي بعتها له، بتقول له في محتوى الرساله باختصار شديد ان انا الفلوس اللي معايا ضاعت بسبب ان الناس ضحكت عليا، وبقيت الفلوس اللي اتبقت ضاعت على صحتي بسبب الامراض اللي جات لي. يعني بتحاول تستعطفه في الرساله. يعني انا غلطانه يا حماده، غلط في حقك بضميري وتسامحني. كنت بحبك، كنت تحبك، كنت اكيد كنت تحبك واعطيتها كل شيء. عارف يعني ايه واحده من دمك هي اللي تضحك عليك؟ لو واحده غريبه انا مش هزعل. طيب من دمك زي من خالتك انت خالي. جورج القرضيحي هنا قال لها اتفضلي ان انت تكلمي، هو مش عارف يعمل ايه، فقال لها اتكلمي. فهنشوف دلوقتي هي هتقول له ايه. انا بحبك يا حماده. لا بدك تعلي صوتك نشوه، احنا مش في السينما. انا بعتذر لك قدام الناس كلها، ويا ريت نرجع تاني لبعض عشان خاطر ولادنا. بجد انا بحبك قدام الناس كلها. ده كلام؟ دي لو واحدة من الشارع ما كانتش عملت معايا كده. لا بجد، دي لو واحدة من الشارع ما كانتش عملت معايا كده. انما انت من دمي. انا بعتذر لك قدام الناس كلها. اسف. جيراني هم اللي عملوا فيا كده، والشيطان شاطر هو اللي زوايا. لا بيهم بقى، خليهم ينفعوك. انا بتأسف لك. لو اعرف ان انا هاجي واشوفك اصلا ما كنتش جيت. عشان خاطر جانا ومنى. تجيت بجد ما كنتش جيت. عشان خاطر جانا ومنى. اسف. ما بقى تاني لك شيء ابدا. ما بتعني لك شيء. في كانت كلام بتعني كل حاجه. هلا تكون صريح، هلا انا بتشوف بناتها. يمكن هي جايه بس الصلاه لي عشان عاوزه تشوف بناتها مش اكتر. انت ما بتخليها تشوف بناتها؟ لا، واحده دمرت عيالها تشوفهم ليه؟ الست اخشى 11 سنه كان عايشوا عيالها مستوى تاني خالص. هو يا عيني مش قادر طبعا ينسى اللي حصل فيه، وهي بتحاول تستعطفه، بس للاسف انا شايف ان مفيش مشاعر عندها حتى وهي بتتكلم، يعني حاسس بجفاء كده وهي بتتكلم. بس تعالوا نشوف برضو ايه اللي هيحصل. انا جيراني هم اللي عملوا كده. راح يقوم يمشي الرجل احكي له. على فكره يا جماعه انا في حته تانية لاحظتها في نشوى دلوقتي، لو بصيت على الانف بتاعها هتلاقيه اللي هو اللي عامل كده. ده النوع ده من الاشخاص ثقته في الناس بتبقى عاليه جدا، فهو فكره ان هي بتقول ان انا جيراني ضحكوا عليا لما خلوني ان هي تستخدم الفلوس بتاعتها في استثمارات وضاعت منها، انا هنا شايف ان هي صادقه فعلا في الحته دي. هو فعلا اتضحك عليها والفلوس خسرتها، بس ده ما يبررش الذنب اللي هي عملته. انت فاهم الفكرة؟ انا عندي استعداد لده، وبسبب ان انا بثق في الناس فاول واحد ضحك يعني لو اكن انا محتاج زقة بس علشان. تعالوا نكمل. معرفش هقول اعمل ايه، معرفش. مش ممكن ابدا ترجع العلاقة انت وياها، مش ممكن ترجعها على البيت. ترجع لي حق. شو الحق؟ الفلوس اللي اخدت. انا صعبان علي يا حمادة بصراحة. من وين بدها ترجع لك ايه؟ هي قصة فلوس؟ ما بتلك راح وشايف عملت 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 عمليه جراحيه كبيره وراح قسم من الفلوس عليهم، وناس نصبوا عليها راح القسم الثاني. برضو جورج القرضيحي بسم الله ما شاء الله عليه بصراحه. حماده من الحاجات اللي في سمات شخصيته هتلاقي جبهه عنده مش عريضه قوي، يعني نسبيا تعتبر جبهه ضيقه مقارنه بطول وشه، فبالتالي الشخص ده ينفع ان هو يتسيطر عليه. وجورج القرضيحي يعني انا اعتقد ان هو في ميزه او قدره التعامل مع الناس، علشان كده هو بيعرف ازاي يثبت الناس صح. بص يا صديقي، من مميزات الحاجب الكثيف ان هو شخص بيهتم بالتفاصيل، فبيعرف يتعامل مع الناس كويس قوي. فتعالوا نشوف اللي هيحصل. بس طيب خلاص، واضحه المساله حماده، ما في شك. قرارك صعب، بدك تاخد انت القرار، ما حدش بيقدر ياخد القرار غيرك. تعملي كده عشان تشوفي عيالك صح؟ لا عشانك. لا اكيد عشان عيالي. لا مش عشاني. ما انت اللي جبت عيالي، انت اللي هترجعهم لي وانت معاهم قبليهم. بجد لو اعرف اني هاجي اشوفك هنا ما كنتش جيت. تشجيت بجد؟ عشان خاطر انا بترجاك انك تسامحني. مش هنحرجك اكتر من هيك، كل شيء صار واضح، ذنبها واضح، موقفك واضح، مهم نعرف راح تسامحها ولا لا. فاحنا شايفين دلوقتي جورج القرضيحي بيحاول يحسس حماده ان خلاص الموضوع باظ، انت اللي عايز كده فالموضوع باظ، ودي حركة من حركات علم النفس على فكرة عشان تقدر تقنع اي حد بحاجة. وفي نفس الوقت هو راح لنشوة فبيقول لها تصرفي، يعني ما برضو كرة في ملعبك انت، اتصرفي، حاولي اخترعي فكرة جديدة. او تعالوا نشوف. انت ببني ادمة كويسة؟ اقرأي ربنا في عيالك؟ خلاص اكيد. يعني بشرك على ثقتك، بشرك على محبتك. بتحب تقول لها شيء؟ قرار عندك صعب خلاص
عشان خاطر حمادة آخر فرصة. يعني ما بدي أضغط عليك. خلص. عشان خاطر يا حمادة آخر فرصة. أنا متأسف. شايفه مش قادر. ما بدي أضغط عليك أكثر منك. حق. بذلت جهدي. لو سمحتك بس أسامحك عشان أستاذ جهدي. بس هنا بقى الحركه اللي عملها جورج قرداحي عرف ان هو يقنعه بيها. فحماده من جواه حس برضو يعني ان انا قاعد مع بناتي لوحديهم وبرضو بناتي محتاجين ان هم يشوفوا امهم. فهنا خلاص هو تقريبا كده قرر ان هو هيسامحها وحاول يرمي ده على استاذ جورج القرداحي. تعالوا نشوف برضو ايه اللي هيحصل. لسه انا برضو حاسس ان ما كويسه هتراعي ربنا في عيالي. اكيد قرار عندك صعب 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 خالص. يعني ما بدي اضغط عليك اكثر منك. خلص انا متاسف. شايفه مش قادر. بتحب تقول له شيء؟ عشان خاطر حماده اخر فرصه. لو سمحتك بس اسامحك عشان استاذ. اذا انا العذر انا موافق. عشانك انت بس. عشاني انا سمحت. سمحت. مسامح كريم. مسامح كريم. مسامح كريم. انا بقول لك ليش سمحت. طيب انا ايه تحليلي للموقف ده باختصار شديد جدا؟ احنا حللنا شخصيتها، شفنا ان هي شخصية قوية مش سهلة. طيب دلوقتي كتحليل شخصية ايه اللي ممكن ان احنا نتوقعه هيحصل بعد كده؟ شايف ان هي لو شخصيتها فضلت زي ما هي للأسف الشديد، هي علشان شخصيتها قوية جدا هتخليه يعمل مشكلة مع والده وهينفصل معاه، وهيبقى هدفها او الفكرة اللي هتسيطر عليه بيها ان هو كده هيعمل فلوس اكتر وهيبقى مستقل والكلام ده يعني. لكن لو شخصيتها اتغيرت واتعلمت من الدرس اللي فات ان شاء الله الحياة تمشي صح. فاكيد طبعا هتحاول ان هي تتغير او تجبر نفسها ان هي تتغير، وان شاء الله باذن الله يكملوا مع بعض ويعيشوا حياه سعيده. لكن لو فضلت بنفس الصفات بتاعتها دي انا شايف ان اللي حصل ده هيحصل تاني زي ما قلت لكم، خصوصا اصلا ان انا حاسس ان حتى وهي بتحاول تستعطفه للاسف كان في جفاء كده شويه. طبعا احنا نتمنى الخير لكل الناس. زي ما اتفقنا الفيديو ده الهدف منه التعليم بس، ازاي ان انت تحلل الشخصيات وازاي ان انت تعرف تطبق ده على مواقف حقيقيه ممكن ان هي تكون بتحصل قدامك. وبس طبعا ما كنتش عملت لايك في اول فيديو، ما تنساش ان انت تعمل لايك دلوقتي، وما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس. وقولوا لي في الكومنتات هل نوعيه الفيديوهات اللي بالمنظر ده اكمل فيها ولا يبقى ده الفيديو الاول والاخير؟ سلام.